أهم التحديات من وجهة نظركم كمنظمة العاجلة واللي تحتاج إلى علاج مباشر؟ شنو هي هاي التحديات؟ من أهم التحديات أول شيء بصورة عامة واللي هي النظرة الواسعة، استراتيجية وطنية للأطفال. توجد استراتيجية وطنية للشباب، ولكن استراتيجية وطنية للأطفال اللي لأنه مرحلة الطفولة بحد ذاتها بالعراق غير مخطط لها بصورة واضحة وشاملة. لما نقول غير مخطط، لكن توجد فجوة بالرؤية نحو الأطفال ووجودهم بالمستقبل، كيف ممكن يشكل العراق المستقبل. وهذا عدم وجود هذه الخطة في سابقا أيضا أدت إلى ما حدث، يعني مثل ما تشوفون الشباب انتفضوا، وهذا أيضا يجي من أنه وجود فجوات، وجود تحديات شافوها هم خلال حياتهم كأطفال. فقدان كثير من الحقوق، عدم تساوي الأطفال بالحقوق يؤدي إلى هذه النزعات، إلى التغيير، مطالبة بالتغيير. فإحنا اللي نشوفه أنه كبداية استراتيجية وطنية ممكن تكون شيء جدا ممتاز إذا العراق يبلش يفكر بهذا الاتجاه، يفكر بزيادة الموارد، القطاعات اللي تخص الطفل، وأهم قطاع هو قطاع التعليم. العراق من البلدان الغنية جدا، ولكن العراق استثماره في قطاع التعليم جدا منخفض مقارنة بالدول المقربة من عندنا. لا نروح بعيد، يعني العراق يمكن استثماره بالتعليم 3% من نسبة الموازنة البلد، وهذا نسبة جدا ضعيفة وقلت مع مرور الزمن. فهذا بحد ذاته فجوة كبيرة، وهذا الاستثمار القليل بالتعليم أكيد يأثر على جودة التعليم، على أمور كثيرة تخص الطفل واللي بالمستقبل هو الشاب المستقبل. يعني تثيرين نقطة جدا مهمة نور، وهو الاهتمام بالشباب قبل ما يصيرون شباب. خلينا نحكي على يعني الطفولة، خلينا يعني بدل ما نجي نعالج مشكلة بطالة، خلينا نعالج مشكلة تعليم توصلنا إلى جيل يمكن ما يصير عنده بطالة. أريد أسأل الآن شنو خطورة هذا التضخم اللي وصلنا له، تضخم نسبة الشباب في ظل وجود أمية، تسرب من المدارس، وأيضا حتى أمية رقمية يمكن هواي ناس ما يحكون عليها. نعم، احنا هواي أحيانا نسمع أنه اللي شيء العامل الأساسي هو انعدام أو قلة الفرص، ولكن الفرص حتى إن وجدت، قلة المهارات مثل ما أنت قلت، المعرفة بالتقنية والمعرفة باللغوية ومهارات بسيطة ممكن الشخص يكتسبها من التعليم، هاي أكيد تأثر على فرصة بالعمل. فممكن نجد أشخاص ما يعانون من هذا الموضوع، شباب قدروا يشقون طريقهم بالحياة ونجحوا وممكن أكثر من فرصة عمل مستغلين، ولكن شباب آخرين بسبب فجوات التعليم، فجواتهم باللغوية، بالمعرفة بالكمبيوتر وأمور أخرى، هذا ممكن تؤدي إلى أنه ما يجون الفرص اللي أو ما يستثمرون بالفرص اللي أصلاً متوفرة. إذا إحنا نرجع ننكس شوية هذا على الورقة البيضاء اللي أطلقتها حكومة كاظمي، الورقة البيضاء واحدة من النقاط اللي بيها أنه أصحاب الشهادات العليا وإن كانت شهادات عليا، ولكن المهارات والقدرات مو ما توازي الشهادة، ما تناسب سوق العمل. يعني فجوة مو بس سوق العمل، ولكن أيضا المهارات، مو مهارات شخص دارس شهادات عليا. يعني أسف أقولها بالطريقة وهي تمثلني أكثر كشخص. لا، هذه نقطة أثرتي نقطة جدا مهمة أيضا وأشكرك عليها. أكو شباب مرات نحكي وياهم، وإحنا مدن عمم دا نحكي يعني حالات معينة، حتى سي في يمكن لحد الآن ما يعرف يكتب طريقة يقدر يدخل بيها إلى مؤسسات دولية. تفضلي كملي نور. صحيح، وأنت متلومة لأنه هي فرصة تعليم، هو انخراط بهاي الفرص. أو أنا ما أنكر أنه الفرص موجودة، هواية أكو جهات فاعلة بالعراق، حتى شباب نفسهم يوفرون فرص تعليمية، ولكن انشغال الشاب أيضا بالبحث عن فرصة عمل لأنه هو قوته بالنسبة له هو الأولوية، قوت عائلته. فعدم وجود هذا المتسع من الوقت أو القدرة على أنه يجد الفراغ اللي يفكر به أنه يسوق هذا الشيء، فهذا همين أيضا فجوة. وبالتالي يقتنع بالموجود وما يشتغل يمكن بشهادته، مثل ما شفنا هواي من ذوي الشهادات العليا. هسا أجي على منظمتكم نور، أنتم شلون تساعدون في تسهيل الأمور وتمكين الشباب من كل هذه الأمور الجميلة اللي حضرتك حكيتي عنها؟ تمام، احنا منظمتنا بالعادة اكو نوع برمجية احنا ما كنا نسوي بالعراق، بس بسبب الاحتياج دخلنا برامجنا، هو برامج سبل العيش، برامج الكاش او برامج مساعدة العوائل اللي عندها تبحث عن فرص عمل او تبحث عن
طريق عن بزنس انه تسوي عملها الخاص، فاحنا بلشنا نركز على هذه المشاريع بالعراق. وانا من وجهه نظري اشوف هذا شيء غريب بصراحه، انه منظمه مختصه بحقوق الطفل ومختصه بالطفل بشوف انه هذا الاحتياج هو الضروري بالعراق، انه انت توفر كاش وتوفر تدريبات مهنيه وتوفر فرص عمل للشباب. هذا الشيء اشوفه انا غريب، بس هو الاحتياج. واحنا بلشنا بهاي البرمجيه ونستهدف صراحة أكثر من محافظة، بالأخص مثل ما قلت المحافظات اللي تأثرت بالنزاع، منها ديالة وكركوك والموصل وصلاح الدين، وكذلك أيضا دهوك النازحين واللاجئين السوريين اللي موجودين. طيب الهجرة جزء من، للأسف الواحد يقول هي جزء من حلم كثير من الشباب. من وجهة نظرك شلون أثرت هذه موجات الهجرة أو موجات مغادرة البلد في سبيل إيجاد فرصة عمل؟ شلون تشوفوها كمنظمة؟ تفضلي. بصراحة كرؤية كمنظمة أنا ما عندنا رؤية معينة. رؤيتك الشخصية إذن؟ بالضبط. نعم. كمواطن عراقي وكشابة عراقية، إحنا مثل دائما نقول قبل ما نقول شباب نقول طاقات شباب، فهي صحيح. طاقة، ومع الأسف البلد يخسر طاقة، ولكن هذه الطاقة ما وجدت المساحة اللي تستوعبها أو تستثمرها بالطريق اللي يناسبها. واحنا نرجع الهدف الاساسي لاغلب الشباب هو انه سبل العيش، انه ما يقدر يقدم معيشه لنفسه والعائله، فانه عدم عثور شاب على هذه الفرصه بحد ذاته امر محزن صراحه. نعم، ولكن ايضا ايجاد فرصه لمكان اخر ايضا ممكن نعكس عنه انه لماذا لا توجد هذه الفرص بالعراق، بلد هذا الشخص بلد نفطي، بلد زراعي، بلد سياحي.